موارد النادي الاهلي اليوم لم يكن في افضل حالاته، العرض اليوم لم يكن العرض المنتظر من النادي الاهلي، ولكن انا كنادي اهلي محتاج حقي. كره ضربه جزاء واضحه للغايه للغايه، الراجل المدافع نادي طنطا ايده مش في مسار جسمه، ايده بعيده تماما عن جسمه ممرجعها وباينه جدا انها بتعترض الكره، غصب عنه، ولكن الكره بعيده تماما تماما على انها تكون غير متعمده، يعني ايده رايحه للكوره، ايده يعني لو ما كانتش موجوده في هذا المكان كانت راحت لمهاجم النادي الاهلي واصبح فرصه هدف مؤكد. هي واضحه للغايه لاي حد يشوفها، كابتن محمود البنا من الحكام الكبار، وكره زي ديت هي اللي بتفرق الحكم من فئاته، يعني في حكم جيد وفي حكم ممتاز، اللي يشوف حاجه زي كده وما يحسبهاش. نادي الاهلي مره تانية لم يكن في افضل حالاته، ولكن النادي الاهلي محتاج ان هو ياخد حقه، وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. انا فرقه بلعب بطريقه هجوميه بصل الى مرمى الخصم كثيرا وبحصل على ضربات جزاء، ولكن حتى الان ما بيتحسبليش حاجه. اعتقد ان دي علامه استفهام يعني كبيره جدا وغريبه جدا للمسؤولي لجنه الحكام، ويجب عليهم المراجعه كما يجب على الكابتن حسام البدري مراجعه بعض الامور الفنيه. اذهب الى ضيوفي الكرام. كابتن ربيع ياسين، كيف شاهدت اللقاء؟ لا، هو انا بس ليا تعليق على الفتره الاخيره بالنسبه لضربات الجزاء. قبل ما نتكلم في سير المباراه، في الجوانب الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي وفريق طنطا، الكره بينالتي احنا شايفينها 100%. برضو خلي بالك يا محمد، في ماتش الاسيوطي كان في بينالتي 100% لازارو، وفي هدف لجايب 100%. نعم. ودخلنا كابتن ناصر عباس، احنا علقنا الاول وقلنا الهدف هدف والبينالتي بينالتي، وقال الراجل ايوه هدف وبينالتي. نعم. النهارده في بينالتي، حق النادي الاهلي وحش حلو، ياخد حقه، ياخد حقه زي ما الانديه بتاخد حقها. يعني ما ينفعش النهارده حجم النادي الاهلي وحجم المصاريف دي كلها وحجم الجهد والتخطيط والنظام والحاجات دي كلها ان اضيعه. لا، لازم البنا تديني حقي بصرف النظر عن الاهلي. دايما بيكسب بفضل الله سبحانه، ثم مجهوده وفنياته وجهازه وحاجاته كتير جدا. انا زعلان ليه بقى؟ كانت الكره واضحه. زعلان ان بصرف النظر، لا قبل ما اتكلم، بينا تديني حقي، انا عاوز الحق. ليه حق ابو الحفيظ؟ الناس ما تزعلش لما حسام البدري يتنرفز، وده حقه، ما مجهوده بيضيع. مجهود خلال كيان كبير جدا بنضيعه، مش موضوع ثلاث نقاط ولا لا. موضوع ان انت لازم سيد يتنرفز ولازم سيد الله يكرمه. هو طبعا سيد عادي جدا، بس بيتكلم الحكم بيقول له انت شفتها ايه؟ يعني كويس النهارده لو انت عندك غير النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترمه، لعيبه مؤدبه، لعيبه عندها تصرفات موزونه جدا، كانوا راحوا كانوا الحكم، لكن التزموا لكن مش هنفضل بقى لحد الموسم السنه دي يا محمد. واضح ان الاهلي بيتعرض لظلم كبير جدا. انا بتكلم والله مش عشان اي حاجه، مش عشان اهلاوي، انا بتكلم بما يرضي الله. كابتن عصام فتاح باينه يا كابتن، كل كوره باينه، احنا ما بنتكلمش كلام في الهواء. كابتن عصام فتاح، لا ما ينفعش، في وقفه مع الحكام، لازم وقفة تبقى كبيرة جدا. احنا طبعا بنساند الحكام، ودول اخواتنا ودول حبايبنا ودايما في ظهرهم، ونقول الحكم ده بشر، لكن زادت قوي يا محمد، زادت قوي قوي قوي. ما ينفعش، ممكن البنالتي ده كان يفرق معايا في هدف ثالث ورابع، ممكن، خد بالك يا كابتن، يفرق معايا في ثلاث نقاط حتى وانا مش في يومي بالمعنى الكبير، ولكن على الاقل انا ليا ضربه جزاء واضحه. يا ريت يا جماعه نعرضها مره ثانيه، نشوف وضعيه يد مدافع طنطا والكوره رايحه فين واعترضها ازاي، هو اصلا مغمض عينيه، يعني هو حتى مش حاسس هو بيعمل ايه، عشان تبقى قصده ولا من غير قصده. وعاوزين نسمع، والموضوع غريبه جدا، ولازم نسمع الصراحه، نسمع الحكم حاجه، يعني حد من تصريحات من لجنه الحكام بشان هذا الصدد، لان الموضوع اصبح متكرر. مش كل ماتش، حتى في ماتش مصر المقاصة ضربة الجزاء اللي خدها النادي الأهلي خدها من الحكم الخامس، رغم أن الحكم الساحة كان قريب من الكورة، والحكم الخامس هو اللي ادانا. وأعتقد أن الحكم الخامس تحدث مع الكابتن محمود البنا في هذا الشأن. كابتن شريف، أعتقد أن برضه حضرتك لك تعقيب على هذا الأمر. هعقب مع ربيع في نفس النقطة، وكأن الحكام وكأن الدنيا كلها بتقول لك في الملعب اكسب من غير ما تاخد حقك، انت مالكش معايا ضربات جزاء. المقاصة واخد ضربتين جزاء في المباراه اللي فاتت وضاعوا، يعني اداله اتنين ضربه جزاء ما حدش فتح بقه. مش فاهم انا، كل ماتش احنا بقى هيلغي لي جون، واحد راح كاس العالم يلغي لي جون ويلغي لي بينالتي زي اي حاجه. يا راجل مؤمن، ده الراجل على بعد 50 يارده في ماتش المقاصة ادى بينالتي عليا، انا نفسي هنا وانا بتفرج عليها بقول ازاي شافها بهذه السرعه. ازاي دي يا كابتن مش ضربه جزاء؟ سيبك من خلاص، ده مش حوار،
ده مش حوارنا، ده مش حوارنا ضرب الجزاء ولا مش، دي ضرب الجزاء طبعا، لما ده حقك مش ما بتاخدوش. طب احنا معنا على الهاتف الحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف. مساء الخير يا كابتن.